ولمزيد من المتابعة عن آخر تطورات الوضع الصحي والإغاثي داخل قطاع غزة بعد دخول جانب من الشاحنات الإغاثية والتي كانت الأولوية للمستلزمات الطبية، سينضم إلينا عبر الهاتف بشأنها من داخل غزة سيد محمد مصبح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من غزة. سيد الفاضل، أهلا بك، اطلعنا على ماذا وصل من هذه المساعدات يحتوي على المعونات الإغاثية الطبية إن وجدت. بالتأكيد، يعني بداية أسعد الله مساءكم ومساء جميع الشعب المصري ورئاسة وشعبا وجميع مكونات هذا الشعب الشقيق الذي ساند ويساند أهله وأشقائه في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص. بالتأكيد الهلال الأحمر الفلسطيني ومن خلال لجنة المساعدات التي تم إعدادها وتنظيمها بحسب العرف والنظم الإدارية في حالات الطوارئ تواجدت على معبر رفح منذ أكثر من 3 أيام. اليوم كان هو اليوم الحاسم لإدخال 20 شاحنة. 20 شاحنة تم استبدالها من تفريغها وإعادة شحنها على مركبات شاحنات من فلسطينية في منطقة فاصلة بين معبر رفح من الجانب المصري والجانب الفلسطيني. بالتأكيد 20 شاحنة تضمنت على 2 شاحنة من الأدوية والمعدات الطبية بالإضافة إلى مواد غذائية وإغاثية في الشاحنات الأخرى. تعد هذه هي طريق الأمن الأول الذي ينظر إليه جميع أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة بأنه بادرة لفتح الممر الإنساني والتخفيف عن معاناته. ومن هنا أود أن أشكر الشعب المصري حكومة وشعبا والهلال الأحمر المصري على وجه التحديد لأنه يعمل بنفس الجهود التي نعمل فيها على أرض الميدان في قطاع غزة. المدير العام للجمعية يتواجد الآن في الأراضي المصرية ويقوم بالتنسيق على أعلى مستوى بضرورة إدخال والضغط على الجهات الدولية بضرورة إدخال هذه المساعدات و الرفع في أعداد الشاحنات بما يتناسب مع حجم. سيد محمد، على هذا الأمر. سيد محمد أبو مصبح، أنا لا أعلم إن كنت تتأثر أو ترى أو تشاهد هذه المشاهد التي نرصدها الآن على الهواء مباشرة من خلال هذه العمليات. لا أعلم إن كانت هذه قنابل ضوئية للمشاهدة وإن كانت قذائف تطلق من خلال الجو من خلال الطيران الإسرائيلي، ولكن سماء غزة تومض الآن من خلال عملية عسكرية لا نعلم ماهية ما يطلق الآن وما يضيء في سماء قطاع غزة. إن كنت تشاهدها أفدنا بما تشاهد. جميع مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف بين الفينة والأخرى هي مناطق تركز القصف تتركز على مدينة غزة بالتحديد وشمال قطاع غزة لتطبيق سياسة الأرض المحروقة. سيد محمد اسمح لي بالنقاش في هذه الجزئية على وجه التحديد في إطار الرصد الإعلامي للعمليات العسكرية السابقة. حتى وإن صغرت هذه العمليات كانت تستهدف مناطق الشمال ومناطق الجنوب، لماذا الآن تستهدف بهذه الكثافة مدينة غزة وهي لم تكن موضع التقدير العسكري لإسرائيل في عملياتها العسكرية السابقة بهذه الكثافة التي نشاهدها على الهواء مباشرة؟ بالتأكيد من وجهة نظري بأننا كطواقم إسعاف ومن خلال ردنا للأحداث الميدانية لم يتم قصر العملية العسكرية أو الهجمات العسكرية الإسرائيلية فقط في غزة والشمال. نحن يوميا يتم التعامل في نقل مصابين وشهداء من جميع محافظات قطاع غزة. قبل حوالي ساعة تم استهداف سوق مركزي في وسط قطاع غزة واستهداف محال تجارية أثناء تواجد المدنيين في الصاروخات. أعتقد بأنها رسالة ترهيب ورسالة همجية لفرض واقع على المدنيين بشكل عام. ونحن ككوادر إسعافية وطواقم طبية طيب نعلم جيدا. سيد محمد، أنا أعتذر هنا أولا لسببين، أولا على المقاطعة وثانيا على أنني نحيت بك منحا غير الذي تتحدث باسمه وهو الهلال الأحمر الفلسطيني.